التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد بالمعنوية التي تأتي لدى ملاك العجن والمتابعين في أرضية ميدان الثلاث ميدان السويحان. انطلق شوط القعدان بعد تقديم التهنية لمحمد بن طهميمة بن كردوس العامري على فوز مزون بأول أشواط الأبكار. انطلق شوط القعدان بهذه الانطلاقة الكبيرة حيث ناتي بمتابعة المراكز المتقدمة، وفي المركز الأول يتواجد الغالي على المقدمة وعلى الصدارة علي بن سالم بن شطيط الوهيبي، هو من يحتل الصدارة وينطلق بالمركز الأول. خلال هذا الانطلاق ننتقل إلى المركز الثاني، برق خليفة بن جبر السويدي، بينما ثالث شاهين سلطان بن غذي الغفيلي بن ياعد مع شاهين من الجانب الآخر متدخلا إلى المركز الثالث. خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري ياتي في هذه الانطلاقة وفي هذا الإبداع القوي. هذه النتيجة للمراكز الأولى. القالي 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 علي بن سالم بن شطيط الوهيبي يعلم بوجود هذه النوعية النادرة التي تعرف أيضا تحطيم الأرقام القياسية في أيضا مشاركاته. يتواجد القالي على المقدمة علي بن سالم بن شطيط الوهيبي من يتواجد على المركز الأول، ولكن بن غذي ياتي مع هذا الانتصار، ياتي مع هذا الانطلاق بوجود شاهين سلطان بن غذي الغفيلي، هو من يعلم بوجوده لدى مقدمة هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الإبداع الكبير ليسيطر على المركز الأول في هذا الانطلاق. هذا هو بن غذي ياتي مع الفوز والناموس، وعلي بن سالم بن شطيط يتحرك مع وجود القالي في الأمتار الأخيرة. بن غذي بن شطيط اللحظات الأخيرة، علي بن سالم بن شطيط يتحرك مع وجود القالي، لا يعرف طريق الهزيمة، صاحب أفضل توقيت في أرضية هذا الميدان. المركز الثاني لسلطان بن غذي الغفيلي، ثالثا كان الوصول مع المركز الثالث في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. صاحب المركز الثالث هو ايضا لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري، اتى في المركز الثالث والمركز الرابع. عندها ايضا رسمي حسان بن حمد بن سبعين للمحرمي، التوقيت 2:11 ثانية. تهانينا والناموس.